أنا اسمي دكتور حاتم بهجات، أستاذ ورئيس قسم التشريح في كلية الطب البيطري بومشتور. إحنا بنحنط العينات أو بنحفظها علشان الطلبة تدرس عليها على مدى سنتين أو أكتر بواسطة حقن الفورمالين. بنحقن الفورمالين في شريان الثبات العام اللي هو الكومن كاروتيد أرتري، بعد ما نخدر الحيوان بكلوروفورم وفي قطن موجود على الفم والأنف. بيتخدر الحيوان عشان ما يحسش بالألم، بنفتح في منطقة الرقبة هنا كده، وبعدين ايه نطلع شريان الثبات العام ونصفي الدم منه ونحن فورمالين، وبيبقى لسه الأوعية الدموية مفتوحة ما اتقفلتش، فبينتشر الفورمالين في كل الأنسجة. الفورمالين ده مادة حافظة. نيجي بقى نقول ايه اللي حصل مع الكلب ده وليه ما فيش ريحة الفورمالين اللي هي بتهيج العين وبتخلي الطلبة يدمعوا وكده وكده وتعمل اعراض تنفسيه. لان احنا شلنا الفورمالين ده، هو غسلنا بميه، وبعد كده شلنا الميه باسيتون، وبعدين شلنا الاسيتون بجليسرين، وشلنا الجليسرين عشان كان هيبقى ملزق وكده بنشا دورة حطيناها في اكياس قماش وجففناه بالشكل ده. الحيوان ده مش متحنط بس، ده بس متشرح كمان. ودلوقتي لو جبنا الفيديو ناحيه دي كده، الكاميرا ناحيه دي، هتشوف طبقات العضلات. هتشوفي فكده، لا شيلنا الجلد اهو، وادي طبقات العضلات. طبعا حد يسالني الدبابيز دي ليه؟ الدبابيز دي بنحط عليها ارقام ونحط عليها اسماء العضلات دي عشان الطلبه يتعرفوا على تركيب الجسم، ولما يجي يفتح البطن يبقى عارف ايه الطبقات اللي ايه. طبعا هو بيفتح البطن لانه بيعمل عمليات قيصريه، بيعمل عمليات استئصال مبيض، استئصال رحم، يعمل عمليات في الامعاء. انا شايف الامعاء هي، وشايف هنا الايه الرئتين او الرئه اليمنى اكثر تحديدا، يعني الناحيه في اليمين اهو. فاذا الكلب ده متحنط بالفورمالين، والفورمالين متشال تاثيره الضار بالاسيتون، والاسيتون شلناه بالجليسرين، والجليسرين شلناه بنشا الذره اللي محطوط في اكياس قماش، فبقى جاف بالشكل ده. و يعني زي ما في مثل روسي بيقول الصوره تقر والكلمه تفر، بدل ما اقول 20 مره نشوف مره واحده. فبالتالي ده بيبقى تجسيد للدراسه النظريه وترسيخ المفاهيم في اذهان الطلاب. وعشان كده لما يجي طبعا يعمل عمليه جراحيه فعلا للكلب ده يبقى عارف ايه الطبقات اللي بيعدي منها. لو في اسئله بقى